لما استوى وقالوا له يا أسيس ده منين؟ قالوا يا أسيس في العين، تعال يا ابن أبويا ونعيط لهم يا ابني. نعيط فيهم وليهم وبيهم وحليهم، عاوز يخش جوه العين، جوه جوه العين فانا حتى إذا أتانا وعدنا جعله دكا وخر موسى قال ربي أرني، قال ربي أرني كيف، ودكا قال لي أرني أنظر، لكن اللي سكن العين قال سنريهم الآيات فلله له. ما هو كان واجب على موسى يعرف حدوده فين لما قال له أرني يا ربي، أم قال له لم ترني عشان الخصوصية لطه يا ياسين، لأني حضرة النبي ما طلبش يشوفه لكن ما بين قو قاب قو زيني أو عادل رأى بذات الزاد ده طه يا سيني، يبقى الخصوصية له هو من عين العين. But نحضر مع ستنا حبة أنا ما شفتكش بقالي كم سنة، جمع الحب كله عند ست السيدة زينب، اللهم اجمعنا على حبهم دايما يا رب يا رب، وحببنا بهم في بعضنا يا رب يا رب يا رب. يلا نروح لستنا لا يا تقطع عننا السلك، روح لستنا وهي عندنا نروح لأمنا وهي في جنبنا، نعيط لحضرتها وهي في حضرتها. ازاي
الباب في الحضرة. عيني 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 يلا بس ناخد نظرة مين المقام وندرك ليها تبيين الست أم العواجز. أنا أبو مصطفى الست فوزية الحمادة حبيبي كل اخواته صحبته طيبة وتلخولي يا رب وتلخولي يا رب عودا وكل سنة طيبين. ام العواجز يا ولا ام العواجز اللي زيح الحواجز وبتنادي على المريدين ماضي الإشارة. بأمر يا بدوي 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 ماضي الإشارة يا شيخ العرب وعاملة قعدة قعدة عالية أوي أصلها دولة غالية أوي وفيها رجال ساكنين أم العواجز. يا ابن أبويا أبو قاسم حداها مركز التعيين. قبل خدت الولد وبقى مليونير انا وكان انينه ودخلت الولد النار حرقته وسويته ودخلته نور التوحيد تحرقه وتطويه قالوا الطاحونة تطحنوا وتدريه وتنزلوا بحر جاتها تشطفوا وترويه نزلوا السوق يضرب احسن بضاعة ما هو لازم قبل ما ياخد البضاعة ينظف دكانه قبل اللي فيه عمال كانت مدخلة النار تعمل بول ودخلات الطحونة تطحن والدرين واللي ينزل بحر سيدنا النبي يعمله فيه وينزل السوق يضرب أحسن بضاعة فيه بعلم تسريع يقرأ لك نعمة فيه
نومي بقى هيودينا في داهية وبعلم الحكمة يعالج يا واد يا بي امين يا ابن المشير تكلم امي بتعمر الخربان لازم وتخلي حال الرجال معاها التصريح بكده وتعدل الولد حتى لو ما يا لهوي ما عندناش طر 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 امي تعدل الولد لو ما تاخده على راحته تاخده على مهله هتجيبه هتجيبه الله يا ما تعملي لو ما قالت لك ادب يا ولد انا شيالة لحمة هي مسموح لها مسموح لها ومعاها تصريح بكده مسموح لها من رب العزة ومن حضرة سيدنا النبي مش من حد تاني من رب العزة ومن حضرة سيدنا النبي يبقى تعمل اللي على كيفها ما هي الرئيسة أمو هاشم اللي سماها ربها اللي سماها ربها وفتح لها باب باسمها داخل الجنة ازاي وحد خد التصريح زيها كده في الاكوان ست السيدة زين 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 say Say,
زن 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 صحبة الشورى رمضان صحبة الشورى رمضان سكن المأسورة رمضان صحبة الشورى زينة سكن المأسورة زن 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 هو من المسن زي هو من زي 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 هو من المسن زي هو من زي والله في الودود زي زي والله ما في في الودود زي 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 نبض زي نبض زي النبي هي زي زي نبي زينب زي النبي كوكب من كوكب كوكب من كوكب أصلها من النبي أصلها من النبي أصلها قلب النبي أصلها في قلب النبي أصلها في قلب النبي زي 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 أبو قاسم من زي أبو قاسم من زي من زي 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 من الست زي زي من الست زي زي من الست زي زي اللي معاها الأوراق اللي معاها الأوراق اللي في شاشة الإشهاد اللي معاها الأوراق اللي في شاشة الإشهاد تنحيار الأولاد اللي بتكذب الأولاد اللي بتكذب الأولاد ما هي اللي مضي على الأوراق اللي مضي على ما هي اللي مضي على على ما هي اللي مضي على الأوراق اللي مضي على الأوراق زيها في الإشهاد من زيها في الإشهاد من زيها في الإشهاد السيدة زي هو مين زي ماما هي مين زي ماما في صحبة العلامة يعني واخدة من النبي علامة دي صحبة العلامة يعني واخدة من النبي علامة ست علمي جايباني الست على منا وشي ست على ملا وش جايبالي يا 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 يا
على ملا ولا ملا على ملا وشي جايبا على ملا كهربا كهربا الباب يا ابا العين يا ابا والله الست حر والله الست حر حضرة ولها منظرة والله الست حضرة ست لها منظرة والله الست حضرة ولها معانا منظرة ولينا فيه منظرة لنا 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 منظرة سيد عطية السد يا ابو حسن السد يا ابو غلام السد يا ابو غلام السد عم المتولي السد ابو عسكري السد يا سيدي حسن السد يا ام يا ام عاد السد يا بيا عواد السد يا بيا عواد السد يا سيدنا الأمير سيدنا الأمير يا سيد شبل السيف يا سيد شبل السيف ما 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 عمي عزل السد عمي عزل السد سيد سليمان يا بهاد السد 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 يابا يابا يا ابو قاسم السد يابا عبد جديد السد سيد عبد عزيز السد يا عمي يا ريح السد سد عطيات السد أسادة يا قاسمي يا سيد أسادة يا قاسمي يا سيد مب 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 أنا مش عايز غير ماما مش عايز غير ماما اللي معاها العلامة اللي معاها أحلى علامة اللي معاها أعلى علامة اللي معاها أرقى علامة سيد عبد السلام ياسي السلك فيه كهربا وهي أيدا ومقلبة الست فيه كهربا الباب الباب والعوالة حائلة بيك يا انت حائلة بيك يا انت يا ابا Yeah.
سلك فيه كهرباء وهي أين والمهلبة السلك فيه كهرباء وهي أين والمهلبة كسب الولد ويكاذبه كسب الولد ويكاذبه السلك فيه كهربا وهي أيدا وملهلبة السلك فيه كهربا وهي أيدا وملهلبة كسب الولد ويجازبة هبل الولد ويجازبة من جمالها تجازبة من وصمها تجازبة من حنانها تجازبة من زي الستين تقديها ازاي من زي الستين اللي قديها ازاي واخد الإشارة من العين واخد الإدارة من العين واخد الإشارة من العين واخد الإدارة من العين ما هي المدير اليسير ما هي المدير اليسير ماي 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 هي قال النبي هي قال النبي اللي مضيا لي مطلبي يا قلبي الناوي على راسي يا سقياني كاسي وصفراني بك انا بسكري سقياني كاسي وعايش بك انا سكري ما دوقش طعم النوم ويبقى لمعاك ذكري Yeah.
يا مسهراني الليالي يا ست زينب وانا يحلالي معاكي صبري يا مفوتاني على الانهار وسقياني كسخب يا كعبة مصر يا سيد يا عروسة مصر يا سيد سيدنا العتيس وسيدنا العنتمان وشيخ العرب السيد وسيدنا الحسين وسيدنا النفيسة الحق يا رضا الحق يا عزم والله انتهى انا ماليش دعوة مش مسؤول على الهوى والله العظيم على الهوى والغربان شغال السنة ده عقول والله يا هوى على الهوى شايلة الستارة شايلة الستارة عشان توريني ستر اخويا ابراهيم الدش حاله صوته طيب عم ابو قاسم محمد عم ابو قاسم ربنا يبارك فيه يا رب يبارك في اولاده ست السيدة زينب شايلة الستارة شايلة الستارة علشان توريني معاها معاها ستري وتاخدني على حجرها تثبتني عند جهل من احباب المصطفى بدري صغر سنين يا ماما زينب وانا جياني الاشارة بدري ما سيبش بعزك انا لما تاخدني للحجرة انما ويا مشاهدي بدري يا بنت سيدنا علي حضر علي من بدري ما هي سيد فتح الدكتور وبتوزع الزمحة يا عمي ابو حسن Thank you.
حبيبتي انا لله وحياتي النبي لا تصلح على النبي لله يا رب اصحى يا عم اللي كله بياكلوا العيش شلها عيش لله يا عم محمد انت مفضلش على الحلوين برضه يا رب وفال معلم حسن بطل الله 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 وقطع يا عم وكله عيال يا رب اخت الست ام كريم واخواتها عودة اقول له يعني حبيبي يعني نصيبي كده يا رب ابني دير المعرفة وليا في الحضرة دلال ولو جابت لي طفل في العلامة بيحصل لي في سجن برا بركة الست ام العواجز ده حليا وحال وحنان موصول من سر وسوس سريا جوه الدكان دي ست نون والقلم ده حضرة فيا ببيان دي نور دلال المعاني ده قصر السربكة كده على العين هاشدك على درها يا ابني درها بس ياك على الله تستحمل التبيان هاخدك على درها ياللي انت ابني درها بس اياك على الله بس اياك على الله تستحمل لي رؤياها التبيان 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 ده هي اللي منها الإشارة ومثبتة في درها كل شيء كل شيء لبيان الست أم العواجز حضرة في كل مكان إياك على الله يا مريد تشاهد بها على إن كان يطهر من الجين لما يجي لك تفسير من القرآن ست السيدة زينب انتم مدد اهل مدد انتم مدد
بالمسك عمت الفتحة مفتوحة إن شاء الله وربنا يجعلها مفتوحة دايما ويجمعنا بالحب عند أسيادنا آل البيت لأن والله العظيم إحنا من غيرهم ولا حاجة إحنا من غيرهم ولا حاجة ربنا يجمعنا بهم دايما على حبهم.